للوقوف على آخر التطورات في غزة وسط استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال ونيته البدء بهجوم عسكري على رفح، معنا من اسطنبول الأكاديمي والباحث في الشؤون القانونية الدكتور وسام عطلة. أهلا بك دكتور وسام معنا. يعني قبل وقت قصير مجلس الحرب الصهيوني أعلن رفضه مقترحات حركة حماس فيما يتعلق بالصفقة المرتبطة بهدنة متوقعة. السؤال هنا، مثل رد الفعل هذا من الطرف الصهيوني، هل يأتي في إطار محاولته تحقيق مكتسبات معينة بما يتعلق بمفاوضات الصفقة، أم أنها ربما تمهد لمرحلة جديدة من الحرب المتواصلة؟ باعتقادي أن الرد الصهيوني على هذه المقترحات وجولة المفاوضات التي قادها عن حماس الدكتور خليل الحية وبواسطة مصرية قطرية اجتمعت الوفود المفاوضة في القاهرة، لكن التصريحات التي يطلقها الاحتلال نحن لا ننظر إليها، يعني كمحللين لا ننظر إليها على أنها مسلمات، لأن هناك خلاف كبير في المستوى السياسي الإسرائيلي وفي مجلس الحرب، بمعنى هم أنفسهم منقسمين فيما بينهم، ما بين مؤيد لاستمرار الحرب وما بين معارض، ويصطف إلى جانب الجماهير التي تعتصم في وسط تل أبيب والحراك الذي يقوده أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة. يعني مثل هذه التصريحات لا يبنى عليها كثيرا، بل على العكس، يعني ممكن أنه الاعتصام المفتوح في تل أبيب هو يشكل ضغط كبير جدا على الحكومة الإسرائيلية وعلى مجلس الحرب، وهذه التصريحات تأتي باعتقادي في سياق الدعاية الانتخابية المبكرة، لأنه معروف أنه بعد الحرب مستقبل نتنياهو السياسي انتهى، هناك محاكم ستلاحقه، لجان التحقيق ستلاحقه، إيزنكوت نفسه عضو مجلس الحرب دعا إلى محاكمة القيادة الإسرائيلية بأثر رجعي لعشر سنوات، بمعنى أنه كل من تولى منصب قيادي منذ عشر سنوات مضت يجب أن يخضع للتحقيق والمحاكمة القضائية جراء هجوم 7 أكتوبر. أين كانت هذه القيادة السياسية والعسكرية عن كل هذه التجهيزات والترتيبات التي تمت على مدار السنوات في قطاع غزة؟ لذلك هذه التصريحات هي نوع من باعتقادي نوع من الكبرياء، نوع من جنون العظمة الذي يعني يحاولون التلويح به منه طمأنة المجتمع الصهيوني الداخلي أنهم يواصلون، ومن إحباط الروح المعنوية للمجتمع الفلسطيني أننا سنواصل الحرب. هم عمليا حتى الآن لم يحققوا أي هدف من أهداف الحرب. لكن دكتور وسام، أيضا في سياق التصريحات الجديدة التي يعني أعلن عنها في وقت قصير، يعني البيت الأبيض يقول أن إسرائيل تعهدت بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني. ما قيمة هذا التعهد ولماذا يطرح مثل هذا الحديث الآن؟ هل يمكن أن يكون ممهدا لمعركة تتوسع ربما تشمل رفح في المرحلة المقبلة؟ يا سيدي، إسرائيل الآن في مأزق كبير، سواء على صعيد القانون الدولي والمحكمة العدل الدولية ومن ناحية سياسية خارجية، يعني هي يعني أصدرت مذكرات توضيحية وتبريرات لمختلف السفارات، لديها لكل السفارات في الدول حول موقفها يعني واجراءاتها في هذه الحرب. اطلاق اسرائيل باعتقادي لمثل هذه التصريحات، لانه من بعد محكمه قرار محكمه العدل الدوليه لديهم مهله شهر لتزويد المحكمه بتقرير مفصل عن الاجراءات التي اتخذوها اللي هي التدابير المؤقته لمنع الاباده الجماعيه، فبالتالي اصبحنا نسمع انه الالتزام بالقانون الدولي، الالتزام بالقانون الدولي الانساني، تجنيب المدنيين، كل هذه المصطلحات التي نسمعها، لكن عمليا لا زالت اسرائيل ترتكب مجازر الاباده الجماعيه، لا زالت اسرائيل ترتكب جرائم الحرب الممثله بالتهجير القسري، يعني اليوم على مدار الايام السابقه والهجوم على خان يونس ما زال مستمرا، وتهجير السكان وتهجير مربعات سكنيه كامله وترحيلهم قسرا، والإعدامات الميدانية سواء بالطائرات المسيرة أو بالقناصين أو بالآليات العسكرية والطيران وكل شتى أنواع الأسلحة لا زالت تطلق على رؤوس المدنيين، لا زال المجازر ترتكب في حق الأطفال والنساء،
هل الأطفال والنساء لهم علاقة بالمقاومة؟ بعتقد أنه إسرائيل ستفشل في تقديم تقرير يقنع قضاة محكمة العدل الدولية أنهم يعني أخذوا إجراءات احتياطية لمنع الإبادة الجماعية، بل على العكس من ذلك أنهم أمعنوا في الجرائم، حتى أنه تجويع سكان شمال قطاع غزة اللي هو شمال الوادي، 500,000 فلسطيني يعانون من مجاعة نعم حقيقية. هذه ليست ضجة إعلامية أو بروباغندا أو تهويل إعلامي، لا، هي مجاعة حقيقية نعم ترصد الصوت والصورة وأمام مرأى ومسمع كاميرات الصحفيين في شمال غزة. اليوم 126 على التوالي أو 127، ولا زالت الحرب مستمرة نعم ولا زال التطبيع مستمر، طيب ولم دكتور يدخل وسام، الصحفي باعتقادكم هل هذه العالم المجاعة سيقبل، في إطار الإبادة الجماعية نعم، أيضا. هل العالم سيقبل فكرة فرض عزلة مستدامة على أهالي غزة، خصوصا الذين يقيمون حاليا في مخيمات متناثرة ومتفرقة بمدينة رفح؟ وماذا إن جرت عملية موسعة هناك في رفح؟ أين سيكون هؤلاء النازحون؟ ما مصيرهم؟ ما موقف مصر في مثل هذه الحالة؟ بداية يعني من وجهة نظري أن العملية العسكرية في رفح يعني تضع إسرائيل في أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أن إسرائيل هي التي أجبرت المدنيين وهجرتهم قسرا بالنيران العسكرية وبالمنشورات التي كانت تلقى على بيوت المدنيين أن رفح منطقة آمنة وخان يونس غرب خان يونس. اليوم إسرائيل تثبت بهجومها على خان يونس انها كذبت وانها خالفت يعني الادعاءات التي زعمتها من البدايه انه هناك مناطق امنه للنازحين، وان الامم المتحده وطاقم الامم المتحده تشرف عليها وتوزع المساعدات على النازحين في جنوب قطاع غزه كما يقولون. اسرائيل انتهكت احكام القانون الدولي والدولي الانساني في خان يونس والمناطق التي يعتبروها التي يعتبرونها امنه. الهجوم على رفح أيضا يثبت عليها الإدانة أنها يعني ستستخدم القوة العسكرية ضد المنطقة الآمنة التي هي حددتها. يعني نعم الذي حدد رفح منطقة آمنة ليس نحن، وإنما الجيش الإسرائيلي عبر منشورات يعني مثبتة وموجودة أمام كل الهيئات الحقوقية وكل لجان التحقيق، منشورات ورقية ألقيت أنه رفح وتل السلطان منطقة آمنة. أول أمس تم ارتكاب مجزرة في تل السلطان، نعم المنطقة التي يعتبرونها آمنة، وأمس واليوم وكل دقيقة يتم ارتكاب وتضم مجازر. الكثير من مخيمات النازحين منطقة تل السلطان برفح. نعم دكتور وسام، دعني أطرح عليك سؤالا جديدا الآن. يعني حال مثلا قام الاحتلال بتوسيع العملية العسكرية لتشمل المنطقة الجنوبية تحديدا مدينة رفح، وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى الإضرار بمئات الآلاف من النازحين هناك برفح. السؤال، إلى أي مدى ترى بإمكانية أن يفجر مثل هذا الحدث الميداني الأوضاع هناك في القدس، لا سيما وأن أكثر من 20,000 فلسطيني صلوا اليوم الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك؟ بداية يعني من وجهة نظري أن الهجوم على رفح حذر منه الرئيس الأمريكي بايدن بالأمس، وكان له خطاب، وليس فقط الهجوم على رفح بل حتى إغلاق معبر رفح نفسه. أن الرئيس بايدن قال أن الرئيس المصري هو الذي رفض فتح طيب، هل معبر يمكن رفح. أن يؤدي تفجر الأوضاع المحتملة برفح إلى تفجرها مثلا هناك في القدس المحتلة؟ طب بالتأكيد بالتأكيد، وهذا ما حذر منه يعني مجلس الحرب بصفة أنه بن غفير هو وزير الأمن القومي وهو المسؤول يعني بالطبيعي عن الأمن في داخل إسرائيل، وحركاته الاستفزازية وقيادته للجماعات المتطرفة التي يعني لأجلها قامت حرب 2021 سيف القدس، كانت لأنه بن غفير قاد مسيرة الإعلام وتحدى الجميع وسيكمل شعائره الدينية المزعومة. بالتالي بن غفير مصر على وسموتريتش مصرين على هذه الزعامات.
نعم وهذه التفاهمات التي سيطبقونها في المسجد الأقصى نعم المبارك، وهذا ما تحذر منه إسرائيل وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، أن الضفة الغربية والقدس ستشتعل، خاصة أنه شهر رمضان المبارك يعني بروحه بالأجواء نعم الإيمانية العالية التي تكون يعني في شهر الصيام، تكون دافع قوي لدى الشباب الفلسطيني للقيام بعمليات فدائية نعم ضد قطعان المستوطنين وضد الجيش الإسرائيلي هذا في الأيام العادية، فما بالك في ظل الحرب الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. هذا سيكون صاعق بالطبيعي، يعني شكرا. صاعق مفجر للقطاع في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وهذا يعني من وجهة نظري. ثم من متابعتنا لكل التحذيرات الإسرائيلية نعم المنوئة لبن غفير وسموتريتش والتقديرات الأمنية أنه ستتفجر الأوضاع، يعني حتى كل التوقعات تشير أنه ممكن الحرب تنحصر إلى ما قبل شهر رمضان، بحيث أنه يتم تثبيت الهدوء حتى لا يتم يعني فقدان الأمن في ساحة الضفة الغربية وفي القدس، وبالتالي توسع كتلة اللهب وبقعة الزيت في المنطقة، شكرا. عملية جبهة لبنان مشتعلة، جبهة اليمن مشتعلة، جبهة العراق مشتعلة، الضفة والقدس في التحام مباشر مع المستوطنين، أي انفلات أمني سينعكس نعم مباشرة يعني على الأمن العام وضحت الإسرائيلي. الفكرة، دعنا نكتفي بهذا القدر. دكتور وسام عطلة الأكاديمي والباحث في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك.